علي ايش رايك تكون انت مذيع وانا ابيع بدالك الموز؟ جاهز؟ اذا علي ما اعرفش انه يجاوب السؤال معانا، خليني انا اروح ابيع الموز وعلي يمسك المايك ويشوف حظه في فقرة اليوم. يا رب نحصل واحد يقصد معنا الايثار. تفضل يا علي امسك المايك وانا حاخذ عربية الموز. نمشي يلا، والله اني ما تنكر عليها. يلا علي كيف انك تشيل حاجة ثقيلة بهذا العمر؟ يعني انا وانا كبيرة ما قدرت لهاش. عادي من تيجي متعود تمسكي بالعربية. طيب انت كيف تشيلها وهي كذا ثقيلة وتمشي احيانا بين الشمس؟ خفيف. ما هيش خفيف، انا اشوفها ثقيلة والله. شكلي ايش عمل الدرزالين بعشرين. انا مش قادرة امشي بالعربية. موز موز موز. انا لو انا ابيع الموز الناس كلهم بيفشلوا بالموز.